بالنسبة لتصريحات الوزير الروسي هي تمثل مخاوف للسوق النفطية، لذلك تجد توقعات الأسعار ما زالت متواضعة، ما زالت أن الأسعار ممكن يعني تظل ضمن الرينج الموجود، النطاق اللي هو تقريبا 40-45، في آفاق ممكن ترتفع إلى 50 بس مو أكثر، ربما ال 50 ما تأتي إلى السنة القادمة، هذه السنة الأسعار ستظل بين ال 40-45. السبب الرئيسي في ذلك بأن السوق يتخوف بأن كل ما ارتفعت الأسعار راح يعطي دافع وحافز لبعض المنتجين لرفع الانتاج، وهذا ما وطبعا هذا من ناحيه المنتجين، انا قصدي اوبك بلس، وايضا خارج الاوبك بلس ايضا ممكن النفط الصخري يعود، يعني الانتاج ممكن يزيد، وهذا من مخاوف السوق. لكن اذا تعافى الطلب، وهو يتكلم عن فتره ما بعد التعافي، يعني بعد نتكلم عن فتره شهر 4 من 2022، فبدون شك أن الدول سيكون لها ولديها خطوط بأن يعني ترفع إنتاجها، أن تكتسب أسواق جديدة، حصص جديدة، في وتوسع في حصصها في أسواق النفط. لكن أيضا هذا يعني مرهوم بتعافي الطلب، لأن لا ننسى أن أوبك بلس خفضت تقريبا في حدود 10 ملايين، انخفض هذا أو التخفيض هذا زاد أو من 10 صار 8، بعدين في نهاية المطاف سيكون في حدود 6 مليون برميل يوميا. هذه زيادة كبيرة عندما ينتهي هذا الاتفاق، لذلك لابد أن يتزامن مع ارتفاع الطلب.